عليكم، كيف نتوما؟ ان شاء الله تكونوا مزيانين، كلشي بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اذا كنتوا اول مره كتشوفوني انا يسرى، مرحبا بكم في القناه ديالي، اشتركوا وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم جديد فيديوهاتي. وطبعا اذا عجبكم هذا الفيديو خليوا لي لايك باش تشجعوني. الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم النهار ديالي كيفاش غادي يجوز ان شاء الله. جبرتوني نوض بكري، انا ما كنوضش بكري باش ما نكذبش عليكم، ولكن اليوم ما جا عندي حماتي فنوض بكري باش نوجد شي فطور، شي طابله اللي تحمر الوجه. وطبعا غادي نشارك معكم هذا الشيء، افكار ساهلين خفافين، شي حاجه نوجدوها دغيا ونعمروا الطابله وتحتاجوها. يعني اذا كنتم مزروبين هيدا خصني نوجد شي فطور اللي ماشي اكثر من ساعه المقاله باش نسالي دغيا. المهم قبل من هذا الشيء جبرتوني جلست باغا نهضر معكم واحد شويه. غادي نهضر معكم في واحد الموضوع ديال واحد السيده اللي تواصلت معايا، ما بغيتش نعملو في فيديو خاص حتى شي دعمت فيديو خاص وكتبت مساعده في العنوان حتى شي واحد ما غاديها فيه وما غاديش يدخلوا يشوفوا، يعني الا شافوا شي 5000 الناس ما تقول حتى. قصدت نعملو فيديو هيدا روتين ولا نهار معايا، حيت هادو الفيديوهات اللي كيتشافوا بزاف في القناه ديالي انا، هادو اللي كيجيبوا لي نسب مشاهده شويه عاليه. فبغيت نشارك معكم موضوع هاد السيده، اذا بغيتوا واذا قدرتوا تعاونوها. هاد السيده هادي راجل ديالها مريض بالسرطان، عنده سرطان الدماغ، عنده سرطان في الراس ديالو، الله يشافيه ربي يشافي جميع المسلمين. وكتحتاج تقريبا 100 درهم في النهار ديال الترونسبور باش تمشي وتجي عنده، تحاليل تقريبا 800 درهم يمكن في السيمانه، تحاليل اللي كيتعملوا برا الجمعيه، كاين جمعيه السرطان اللي كيعاونوهم كيعالجوهم، ولكن كاين شي تحاليل اللي كيتعملوا برا هذه الجمعيه فخصها تخلصهم هي. وهاد السيده حامله فما عرفتش تخدم باش تلبي هاد الاحتياجات ديال العلاج ديال الراجل ديالها. ساكنه مع الام ديالها وماماها حتى هي على قد الحال. المهم هي ساكنه في بركان، عطاتني لاكارت ناسيونال ديالها، التصاور ديال لاكارت ناسيونال ديالها، ديال الراجل ديالها، عطاتني شواهد ديال الطبيب، عطاتني الوراق ديال الطبيب كامل اللي كيثبتوا بان هاد الحاله بصح ماشي كذوب. قالت لي باش نوريهم لكم، حيتاش مقوت ما كثروا الكذوب في هذا الزمان ديالنا، ما كانش كنثيقوا شكون كيقول الحقيقه وشكون كيكذب على باش يجمع الفلوس. ولكن انا شفت هذا الشيء كامل وغادي نوريهم لكم كاملين. غادي ملي غنسالي الهضره غادي نخلي لكم التصاور تشوفوا التحاليل، ما غاديش نخليهم مده طويله، ولكن عملوا بوز وقفوا الفيديو وقراوهم على خاطركم التحاليل اللي كيثبتوا بان هذا السيد مريض. المهم بغيت نشارك معكم هذه الحاله، غادي نخلي لكم النمره ديال التليفون ديالها في التعليق الاولاني وغادي تظهر قدامي دابا الرقم ديالها. اللي قدر يعاونها في هاد العواشر الله يجازيكم بخير، اذا قدرتو تعاونوها باش ما كتب الله، يعني شحال ما عطيتوها الخير كامل كينفع، يعني اللي عطيتوها لا بغيتو تمشيو عند ناس اللي ساكنين في المدينه ديالها ولا قرابين ليها وتشوفوا هادشي بعينكم وتتاكدوا. غادي نخلي لكم نمره التليفون ديالها، تهضروا معاها تواصلوا معاها، اذا قدرتوا تصيفطوا لها شي حاجه صيفطوها لها في هاد العواشر. صدقه راه صدقه كتنفع بزاف. تخيلوا ان احنا ملي غنموتوا غادي نطلبوا من الله رجعنا الدنيا باش نصدقوا، يعني تخيلوا معايا صدقه شحال كتعني لنا وشحال فيها ديال الاجر خصوصا في هاد العواشر هادو. والموت كثرت في الدنيا ودابا كثرت موت الفجأة، شحال ديال الخبرات اللي وصلوني انا هاد الايامات. فعلى ديك الشيء من الاحسن نعملوا شي حاجه اللي تنفعنا ما بعد الحياه في الحياه الاخرى ان شاء الله ما بعد الموت. الله يتوفانا مسلمين كاملين والله يغفر لنا كاملين بينا. هادشي اللي بغيت نقول لكم البنات، كنتمنى تعاونوها مسكينه، راه الله يحسن العون. حطوا راسكم في الموقف ديالها، بعد الناس اللي ساكنين في اوروبا ما كيضربوش القيمه للطبيب حيت الطبيب كاين باطل، ولكن في المغرب صعيب شويه. فغادي نخلي لكم الرقم ديالكم، الرقم ديالها قلت لكم في التعليق، وهنايا تعيطوا لها تهضروا معاها، الا قدرتوا تصيفطوا لها شي حاجه اكتبوها الارقام في نمره التليفون وداكشي وصافي. البنات هادشي اللي كاين، انا غنخلي لكم التصاور دابا تشوفوهم وديك الساعه نكملوا الفيديو ديالنا. هادو هما التصاور ديال الوراق الطبيب ديال السيده البنات، ديال السكانير، ديال التحاليل، المهم ديال كلشي. ما غاديش نخلي كل وحده مده طويله، انا قلت لكم باش ما نطولش الفيديو بلا قياس، غادي تعملوا بوز على كل تصويره وتقراوها على الخطر ديالكم. دابا غادي نصبق الكيكه هي الاولى البنات، نخلطها وندخلها الطب وهي كطيب وانا كنعمل شي حاجه اخرى. المهم عندي 3 ديال البيضات، عندي هنايا كاس ديال الزيت قياس بالكاس ديال العنبه، كاس ونص ديال الحليب،
كاس وربع ديال السكر دائما قياس بالكاس ديال العنبه. غادي نعمل هنايا خميره ونص، هاد الخميره ديال 15 غرام غادي نعمل وحده ونص منهم. وعندي هنايا قشيرات ديال اللتشين مع ديال الليمون مخلطين مع السلين، هادو ديك اللي كانوا بقاو لي من العقده ديال اللتشين اللي كنت شاركت معكم. ما عرفتيش من الفيديو اللي غينزل الاول واش هذا ولا هذاك، المهم الا كنت باقي ما نزلته غادي نزلو قريبا، الا كنت نزلته غنخلي لكم رابط في صندوق الوصف. عندي هنايا تقريبا 360 غرام ديال الطحين، كتجي واحد 3 ديال كيسان ونص تقريبا ديال الطحين، كيسان عامرين ونص ديال الكاس. مما البنات هنايا جبت الخلاط غادي نضرب عليه في الخلاط دغيا دغيا، نزيد السكر دابا غنزيد البنات الزيت والحليب بسم الله. ديك قشيرات اللي معسلين حتى هما صافي، وغادي نعاود نضرب عاوتاني. ها هو الخليط ديالنا. هنايا غادي نزيد هاد الخميره على الطحين، خميره والنص ديالها. دابا غادي نبدا نزيد الطحين، غادي نغربلو، نشدو الشرجم على هاد الصداع. غنخلط هاد الكميه وصافي، نزيد كميه اخرى ونخلط وانا ماشي. نسيت ما عملت شي واحد الرشيشه د الملح نعلو الشيطان وصافي بحال كيكولو في طنجره. المهم هنايا جبت هاد المول دهنته بزيت ورشيتو بالطحين، ما كنثقش في هاد المول ديال السيليكون سبحان الله، ما عرفتش علاش دائما كندهن واخا ما كيلصقش، ما كنعرفوش واش ما لصقش هو ولا ديك الزيت والطحين اللي عملته هو اللي خلاه ما يلصقش. المهم غادي نخوي الخليط ديالي البنات بسم الله. المهم البنات خليت هنايا واحد شتيتو ديال الخليط، غادي نعدلو في الطويسات كمادلين نعمرو الطبيله. المهم نستغلوا الوقت ونعدلوا حاجه بزاف. غنزيد عليه واحد المغرفه ديال الكاكاو وغادي نحرك، غنحرك مزيان الكاكاو. البنات اللي كيسقسيوني مين كنشري، ها هو كاكاو بورو كيتباع في ميركادون صافي البنات شفتوه، ها هو كاكاو بورو من ميركادون. حتى شحال مره كنجاوب في الفيديو على الحاجه وكنجبر السؤال على ديك الحاجه هانيت، فكنتمنى تتفرجوا في الفيديو البنات قبل ما تسقسيو، حيتاش شحال مرات انا كنقول كل شيء في الفيديو وما يمكنليش نبقى نجاوب على الاسئله كاملين، الجواب كيدي بزاف الوقت والله العظيم ما كرهتش نجاوب كل شيء، ولكن انا كنقول في الفيديو الجواب باش زعما نختصر الوقت وما بقاش نجاوب كل وحده بوحدي ترى. صافي البنات دابا غادي ندخلهم الفران على 180 درجه، غادي نخليهم حتى يطيبوا يتحمر واحد شويه، الكيكه تحمر واحد شويه وما غادي حتى هما يطلعوا يطيبوا ونخرجوهم الوقت على حساب كل فران، المهم عينكم معاهم وصافي. صافي البنات دخلت الكيكه ومادلين يطيبوا في الفران كيف ما شفتوا، ودابا غادي نخلط الكريب. المهم مقادير عندي هنايا واحد بيضه، عندي هنايا 4 لتر ديال الحليب، 250 مللي ديال الحليب، نص ربع ديال الطحين، 125 غرام ديال الطحين، رشيشه ديال الملح، مغرفه كبيره ديال زيت الزيتون، ومغرفه صغيره ديال الكاكاو. دابا هنايا غنعمل بيضه، نزيد عليها هاد مغرفه الزيت، الحليب. دابا غادي نضرب بالماكينه باش يتخلطوا لي مزيان. دابا غادي نزيد الطحين، نزيد
مع مرفه كاكاو، رشيشه ديال الملح، ونخلطو بالماكينه باش تخلط مزيان. اذا ما عندكمش شي ماكينه كنخلطو بالخلاط ديال اليد، ماشي مشكله. المهم غنخلط شويه بيدي باش ما يطيرليش الطحين وصافي. البنات انا خلصت كيف ما كتشوفوا، دابا غادي نزلو يرتاح واحد شويه لبيد ما نوجد المقادير ديال البانكيك. غادي نعمل بانكيك، غادي نمشي نعبر الحاجات اللي خصهم يتعبروا وهذا كيرتاح، باش غادي نخلط حتى بانكيك دابا ونبدا نطيب فيهم في دقه واحده باش نختصر الوقت. غادي نطيبهم بجبيهم في دقه واحده، يعني غنشعل البوطه نطيب هذا وهذا. المهم خليكم معايا، انا وجدت مقادير ديال البانكيك البنات كيف ما كتشوفوا. المهم عندي هنايا 3 ديال البيضات، 200 غرام ديال الطحين، جوج كيسان كبارين تقريبا، جوج كيسان ديال العنبه، كاس ديال الحليب القياس بالكاس ديال العنبه، نص كاس ديال الزيت، غادي نعمل جوج مغارف كبارين ديال السكر، رشيشه ديال الملح، واحد الخميره ديال الحلوى الوزن ديالها 15 غرام، وهنايا واحد الخنيشه ديال الفاني. المهم البنات في الكاس غادي نخلط كل شيء باش كنسربي راسي. غادي نعمل جوج مغارف ديال السكر، واحد جوج، غادي نعمل الحليب والزيت والفان، غنضرب هادشي مع بعضياتو. دابا هنايا في واحد البول غادي نعمل هاد الطحين، غنزيدو عليه الخميرة، رشيشة ديال الملح البنات، غادي نحركو صافي. غنجي هنا وغنزيد هاد الخليط اللي ضربنا وغادي نخلط مزيان. صافي البنات كيف ما كتشوفوا الخليط ديالي واجد، لا ديال الكريب ولا ديال البانكيك. هنايا شعلت مقالي يسخنوا بجوج بيهم، شعلت بوطه عاليه غيسخنوا وغادي نقص لهم باش نبدا نطيب في الكريب والبانكيك ديالي. كنطيبوهم على نار بالنسبه للكريب نار متوسطه، بالنسبه للبانكيك كنحنيوها شويه حيت دغيا ما كيطيب، حيت دغيا ما كيتحمر. فدابا عندي عالي بجوج بيهم، غادي يسخنوا غادي نحني لهم. وهذه هي طبلة الفطور ديالنا البنات، كيف ما شفتوا معايا وجدناها دغيا دغيا، كتبان الطبلة عامرة تبارك الله، وحنايا ما ضربناش فيها بزاف ديال التمارة. هذه هي الكيكة، كتشوفوا كتجي طالعة البنات، كتجي غزالة هاد الكيكة، ولي مادلين اللي خرجنا منها هانتوما حتى هما جاو عاليين، جاو مزيونين. هادو لي بانكيك اللي عملنا، هاد الفراقة عملت فيها هيدا الجبن والزيتون العسل والشوكولا، وهادو الكريب اللي عدلنا، وصافي برير ديال اتاي باش نكملوا به الفطور والقهوه وصافي. كنتمنى يعجبكم هاد الافكار وتكونوا اذا مزروبين تعدلوهم ان شاء الله يا ربي. بنوات رجعت لكم عاوتاني، معايا واحد الضيفه غنوريها لكم اول مره في القناه. واحد جوج، هيا هذه هي حماتي خالتي فاطمه، لالا ام امين، شيف ام امين، هيا تسلم عليكم. صباح الخير عليكم البنات، كركو دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير صحيحين؟ دابا انا عاد جيت انا جبرتها موجوده للفطور. كيف جاك الفطور؟ الله يرضى عليك، داكشي غزال مزيان. فطرنا دابا انا غادي نلعب شويش مع جناد نفرح به، ديك الساعه نوضو نديرو لكم الغدا. يا نوجدو لكم ديك الشهيوه اللي كنتو طلبتو لنا اليوم، غادي نطيبها لكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. خليكم معنا، عملوا لنا لايك، قولوا لهم يعملوا لايك، ما كيعملوش لايك. لا ضروري ديروا لنا لايك، ديروا اشتركوا الا كنتو باقي ما مشتركوش، ديروا لها لايك، ديروا لها لايك الله يرضي عليكم. سمعتوا يلا يا ظهرت في الفيديو باش تقول لكم تعملوا لي لايك. يلا نتلاقاو دابا شويه، نشرب شويه تاع الماء. شرب دوش بارتو انا كنوجدو المقادير باش نصور لكم واحد الشهيوه اللي كنتو طلبتوها مني كامل، بزاف دبنا طلبوها مني حتى كنا مشينا عندها مره اخرى، كنا جبناها عندنا الغدا واحد الدجاج رولي معمرين وطلبتوهم لي. بحق واقيلا غادي ننزلو فيديو بوحديتهم باش تجورو الوصفه، نيشان ما نزلوهمش في هذا الفيديو هذا. دابا وجدنا المقادير وغادي نصورو، وديك الساعه ان شاء الله غدا ننزل لكم الفيديو ديال هذه الوصفه.
المهم البنات هذا هو الغداء ديالنا، انا بغيت نحطه في فيديو بوحديتو الوصفه باش ملي تبغيو تطبقوها تمشيو نيشان ديك الفيديو تجبروا المقادير والطريقه كامله مع بعضياتها، يعني باش ما تبقاوش تشوفوا هذا الفيديو هذا وتبقاو تقلبوا في شمن دقيقه كاينه المقادير كاين هذا. المهم غدا ان شاء الله غادي ننزل لكم الفيديو ديال هاد الوصفات، غنقدم لكم ثلاثه ديال الوصفات. السلام عليكم البنات، وتهلاو في يسرى، قبلها لايك، الله يرضي عليكم. او لايك بزاف 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 تاع اللايكات. انا ماشي بحالي صافي، جيت لكم الغداء وكل شيء غتشوفوه في فيديو بوحديتو ان شاء الله. وجيت الغداء وتغدي وكليتو ما خليتوش. ها راهو درت الغداء وكليتو انا ماشي بحال، ودابا غادي نوريكم شنو جابت. السلام دابا بنات غنشارك معكم الحاجات اللي جابت لي خالتي. المهم دابا عاد نعس جنيد فباش نصور على خاطري. هاد هي كتعد الحاجه الكروشي مزيانين بزاف، وهادي كنتو ديجا شفتوها عندي، هادي كنصور فوق منها الاطباق ديالي وريتها لكم حيت عندي لكم وحده فحال عدلات لي هاد المره. باش ما تقولوا لي شي هادي كنشوفوها لك في فيديو صناعه كتوريها لنا، هي جابت لي هادي هاد المره. هادي الخدمه ديالها في شكل هادوك العينين ديالها كباري، هادو هادو العينات ديالها صغارين. هانتو كما كتشوفوا هادوك اللي كتشوفوا عندي كنعمل فوق منهم باش كنصور فوق منهم الشهيوات ديالي كاملين، هي عطاتهم لي البنات. غنوريها لكم معوطه، وهاد المره جات لي اخرين، هادي في البيج بحال هادي، وهي هادي قلت لكم هادي صغيره عليها شويه، والعينين ديالها ستيتوين. وجابت لي هادو جوج ستيتوين، هادو ننزل فوق منهم هيدا شي طبيصلات ستيتوين ولا شي فاز. شفتوا كيفاش كيجي جويجات ها كيفاش كيجيو هادو ستيتوين. واخرى حتى هي كبيره، هادي فن البنات فن، هانتبقى باش نوريها لكم تشوفوها كيفاش كتجي. ها نتوما شفتو هادي كيفاش كتجي، كتجي هيدا. هادي نسربي فوق منها شي طباصل مثلا كتر من واحد الطبسيل ولا واحد الطبسيل في الوسط. المهم غادي تشوفوا هادشي كامل في الفيديوهات ديالي ان شاء الله. كيعجبوني بزاف التقديم ديال الشهيوات، ملي كنجي نقدم لكم شهيوات الطباصل هيدا كيعجبني كل مره نعمل لكم وحده في اللون كيعطي واحد المنظر مزيون من الطبق. هادي هي، وهاد الاخرانيه هادي هي اللي حمقتني البنات. هادي هادي تحفه البنات، هذا هذا منطيل. هاي شتوها كيفاش كتجي البنات، غتشوفوها في الفيديو ديال الغدا فرشتها وعملت فوق منها فوق منها الاطباق، وغتشوفوها كيفاش كتجي مزيونه. هادي جات لي الطابله الكبيره ديال الكوميدور سالامونجي، خصني غير نشري منطيل في الكحل حيت انا عندي صالون بين كري والكحل والموف، و صالا ديك الطابله ديال سالامونجي خصني نعمل لها منطيل في الكحل. هادي جات لي باش نعملها فوق منها في الكري، والطابله الصغيره ديال الصالون عاد كتخدم لي، قالت لي وحده كتعدل لي علي نتساليها مانطيل كامل باش الطابله الصغيره ديال الصالون. ديك الساعه نوريها لكم ان شاء الله ملي تعطيها لي. المهم هذه عجبتني بزاف، غتشوفوها في الفيديو اللي ما جاي كيفاش جات فوق الطابله، غير هي ناقصه الطابله باقي ما عنديش شي مانطيل كحل باش غادي يجي باش غيجي الديكور معوط، يعني حتى نكمل الطابله ونوريها لكم ان شاء الله في شي فيديو. وصافي هما هادو كاملين البنات، خدمتهم كاملين بيد صلعان بعيها، ودغيا ما سالتهم يعني غير ماشي بزاف، كنا مشينا لعنده وكانت باقي ما عدلتش هادشي كامل، ودابا هاد المره مين جات تبارك الله جبتهم لي كاملين ما شاء الله عليها. المهم ربي يخليها لي. وصافي البنات هما هادو انا وريتهم لكم. وصلنا للاخر فيديو ديالنا مزيونات، كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم. اذا عجبكم الفيديو خليو لي لايك وبارطاجيوه، واذا كنتو اول مره كتفرجوا ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم جديد فيديوهاتي. السلام عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.